السلام عليكم، معكم دكتورة نجلاء من كلية علوم جامعة عين شمس. بنشرح مع بعض منهج مقرر داتابيز ديزاين أو تصميم قواعد بيانات. محاضرتنا التاسعة والأخيرة في الترم الصيفي إن شاء الله هتكون بعنوان Function Dependencies and Normalization. في المحاضرة دي مقسومة إلى حد ما إلى جزئين، بنركز فيها الأول على شوية كده guidelines تساعدك إن أنت لما تيجي تصمم قاعدة بيانات إزاي تطلعها بشكل نقول عليه إن هو شكل جيد. في كده يعني في الديزاين في مفروض كواليتي معينة إن إحنا ما نتكش عنها أو ما نبعدش عنها. ففي المحاضرة دي إن شاء الله بنتعلم مع بعض الجايدلاينز دي اللي هي تساعدني إن أنا التصميم بتاعي بداية يبقى مستوى جيد. بعد كده بنتكلم على النورمال فورمز او النورماليزيشن بروسيس، ودي عملية ان احنا بندرس مع بعض قاعدة البيانات اللي اتصممت دي، بنشوف موافقة لبعض الشروط ونبتدي نصنفها هي في انهي نورمال فورم او في انهي مستوى. بنبدأ كده مقدمة بنقول ان احنا لحد دلوقتي بس كنا بندرس مع بعض ان انا كداتابيز ديزاينر بالسنس كده بتاعي ببتدي اقول انا عندي الريليشنال سكيما شكلها ايه، الاتريبيوتس اللي عندي ايه، الريليشنز اللي ما بينهم بعض ما بين الانتيتيز اللي موجوده ايه وهكذا. لكن ما رحناش خالص لناحيه ان انت كديفلوبر تقدر تميجر الجودنس بتاعه الكواليتي اوف يور ديزاين. يعني احنا في البدايه من اول المحاضرات لحد دلوقتي كنا مركزين ان احنا نعلمك انك تبقى داتابيس ديزاينر، مصمم قاعده بيانات، يعني تقدر من البداية كده من المعلومات اللي جات لك انك تصمم قاعدة بيانات تحط فيها البيانات بتنسيق معين، بحيث قلنا ان اتعلمنا مع بعض يعني ايه attributes ويعني ايه entities يعني ايه relations ويعني ايه schema وازاي نربط البيانات دي نحطها في السكيما بتاعتنا بشكل مناسب. المرحلة اللي بعد كده المفروض ان احنا بقى زي نحكم على الديزاين اللي احنا انشأناه ده على مدى صلاحيته او هو جيد الى حد ما الى اي مستوى. ففي الجزئيه دي احنا بنركز على الموضوع ده ثيوري شويه، ان في شويه كده ايه قواعد بنمشي عليها علشان نعرف الديزاين كواليتي او المستوى الكفاءه او الجوده بتاعه التصميم بتاعك شكله ايه. بدايه يعني بنقول ان احنا بنراعي ان احنا نبعد على قد ما نقدر على مصطلحين هنلاقيهم بيتكرروا معانا دايما في الكواليتي بتاعت الداتابيس ديزاين، اللي هم ان انا avoiding anomalies او abnormalities اللي هي الحاجات اللي بيسموها تشوهات او حاجات غير منطقية، حاجات غير مقبولة كمعنى تديني حاجة مش مظبوطة، دي بنسميها anomaly، حاجة كده مبهمة او حاجة مش من بيانات مع بعضها لما تحطها تطلع لك حاجة غريبة او حاجة ترجمتها بالعربي تشويه، لكن هي نقصد بيها اللي هي تشويه المفهوم نفسه بتاع المكان اللي عندي في الميني وورد لا مفهوش الوضع ده. زي مثلا المحاضرة اللي فاتت لما عملنا مثال وجمعنا بيانات ما بين اكتر من تيبل وطلعنا في الاخر تابل في بيانات اتنين ما لهمش دعوة بعض، موظف بقرايب موظف تاني. فدي احنا بنقول الى حد ما الحاجات دي بنسميها anomaly او abnormals او حاجات مش مقبولة في الديزاين بتاعي انها تظهر. ظهرت معناها ان في عيب في التصميم بتاعك اصلا، وصلنا للمرحلة دي. والنقطة التانية اللي هي redundancy او superfluous او اني بنقول فيه تكرار. التكرار هنا ده برضو مش مستحب خالص في الداتابيز لانك بتستهلك ستورج زيادة، ومعناها انك مش كفكر يعني او كمصمم مش بالمستوى العالي اللي قدرت تفصل البيانات صح وتربطها مع بعض صح، بحيث ان انت تتلافى موضوع التكرارات ده او redundancy. فمحاضرتنا النهاردة هنركز على هي طبعا محاضرة مكثفة شوية بس هي فيها المفاهيم الأساسية المهمة جدا، ان هي منها تقدر ان انت تبعد كل البعد عن العيبين دول اللي محدش بيقبلهم في الـ database design بتاعنا اللي هي الـ anomalies والـ redundancy. زي ما قلت هنبدأ بشوية guidelines كده informal design guidelines for relational schema. يعني انت بتصمم تخلي بالك من بداية خالص حتى وانت بتعمل relations ومبتدي تربط ما بينهم وتشوف الattributes والkeys والconstraints والكلام بتاع المحاضرات اللي فاتت دي،
في شوية كده خطوط عريضة لازم ايه تراعيها وانت بتصمم. الجايدلاينز دي هنتكلم او نصنفها للاربع مصطلحات دول، نتعرف مع بعض عليهم اكتر، اللي هم السيمانتكس والريدوندنت والنال فاليوز والسوبيريور ستوبس. اول حاجه المطلوب مني يبقى عندي حاجه اسمها clear semantics of attributes in a relation. clear يعني واضحه، وsemantics يعني المعنى او المفهوم اللي لما ابص على الريليشنال سكيما بتاعتك ابتدي افهم الدنيا مقصود بيها ايه. فبنقول ان semantics of a relation refers to the interpretation of the attribute values in a tuple. يعني اما ابص على الريليشن اللي موجودة عندي والاتريبيوتس اللي جواها والقيم اللي موجودة في التابلز افهم ايه الدنيا دي بتعبر عن ايه او بتتكلم عن ايه. سيمانتيك كمعنى كمفهوم. اول جايدلاين لازم نخلي بالنا منه ان انت الديزاين بتاعك يبقى have a clear semantics of attributes in relations. يعني نقصد ايه؟ the easier it is to explain the semantics of the relation the better the relation schema design will be. يعني كل ما كانت السكيما اللي انت صممتها انا لما هبص عليها انا كواحد غريب او واحد من بره الموضوع مش ايه ما كانش ايده في التصميم وبصيت عليها وقدرت افهم منها ان قدامي السكيما اللي قدامي دي خاصه مثلا بشركه ولا خاصه ببنك، ان الاتريبيوتس دي الريليشنز دي بتعبر عن انهي كيانات، ان الاتريبيوتس دي بتوصف القيم بتاعتها بتوصف انهي وضع بالظبط في الميني وورد بتاعنا. كل ما الدنيا تبقى اسهل واوضح كل ما نقول ان الديزاين بتاعك ده احسن. ده اول ايه جايد لاين. ناخد مثلا مثال بنقول consider the following simplified company relationship database. بص كده على اللي قدامنا دي السكيما بتاعت company. انا حتى قلنا من التايتل اهو ان هي company، بيقول لي مجموعه من الريليشنز. لما هبص عليها وابتدي اقراها كده هقول اول ريليشن اسمها employee، انا عارف employee يعني موظف، فبالتالي لما هبتدي اقرا الاتريبيوتس اللي عندي في address في بديت في SSN في name الى حد ما الدي نمبر الى حد ما المسميات عندي هنا فهمتني ان الريليشن الاولانيه دي بتوضح لي او بتديني معلومات او بيانات عن الموظف اللي موجود في الشركه، اللي هو اسمه وتاريخ ميلاده وعنوانه والقسم اللي بيشتغل فيه. لو مشينا بنفس المفهوم ده على بقيه الريليشنز اللي قدامنا هنلاقي ان الدنيا الى حد ما واضحه. كمان هو قايل لي مين البرايمري كي، يعني مين الكي الاساسي بتاع الريليشن دي، وقايل لي مين الفورين كي اللي هو منه انا هفهم على طول ان ده هيربط مين بمين او العلاقات اللي ما بين الريليشنز وبعضها شكلها ايه. فبنقول ده مثال على جود ديزاين. الديزاين هنا الريليشن سكيما هنا ار ايزي تو اكسبلين اند هينس هاف كلير سيمانتكس. فدام انا قدرت كده لما ابص عليها افهمها بسهوله يبقى بنقول ان الديزاين ده have a clear semantics. طيب نبص كده على relational database schema دي، بيقول لي عندي relation اسمها EMB DEPT فيها ال E name وال SSN وال birth date و address و D number و D name و D manager SSN، وعندي في relation تانية اسمها M PROG اللي هي في SSN و B number و hours و E name و B name و B location. دي للوهلة الأولى كده لما نبص عليها ممكن نقول ان انا عندي اتنين relations، والاولانية من اسمها وشكلها كده هي بتكلم على الموظفين بتوع كل department، ودي بتكلمني على الموظفين بتاعت كل project. يمكن في الاول ان انا بالنسبه لي تبقى واضحه لان انا شايفه ان الاتريبيوت عندي هنا ده نيم وده بيرث ديت وده ادريس نفس المسميات. هنا اورز بيتكلم على الساعات اللي بيشتغلها العامل مثلا في المشروع، ده اللوكيشن بتاع المشروع. فمن الوهله الاولى بنقول هنا ان انا عندي كلير سيمانتكس، لكن في الحقيقه في لوجيكالي في مشكله عندي في التصميم ده. بنقول عليه ان هنا ده بور ديزاين. ليه؟ ما هوش جود ديزاين، ده بنقول تصميم ضعيف. ليه؟ لان في mixing of attributes from distinct real world entities. يعني لو بصينا على كل relation كده هنلاقي ان هو دمج لي attributes من اكتر من كيان موجود عندي في الحقيقه. يعني بيتكلم على الموظفين وبيتكلم على الاقسام في نفس الريليشن،
فانا مثلا بالتالي لما اجي ابص على ان في هنا نيم وفي نيم تاني، دي ممكن تلخبط لحد ما، او ممكن ادرس هنا اللي موجودة دي عنوان الموظف ولا عنوان القسم مثلا، هو القسم ده فين بالظبط، دي برضو حاجة ايه مش واضحة. المدير اللي هنا اللي انت مديني بياناته، طب ده مدير الموظف ولا مدير القسم بتاعي، دي حاجات هتلاقي. فبنقول ان الميكسينج اوف اتريبيوتس دي ايه بتخلي العملية ما هياش كلير قوي، او يعني السيمانتكس بتاعي ما هوش الى حد ما واضح. زي ما في اول وهلة بنقول ان التصميم ده جميل وواضح وكل حاجة ومفيش مشاكل، لا، في الحقيقة الديزاين ده ضعيف، ومشكلته او نقطة ضعفه كانت سببها ان وانت بتصمم في الاول فكرت انك تدمج بعض الصفات او السمات الاتريبيوتس بتاعت التو ديفرنت انتيتيز وتحطهم مع بعض في نفس الايه الريليشن، وده بيعملي مشاكل بعد كده كتيرة. مش مستحب خالص ان احنا نعمل الكلام ده في الايه في تصميم قاعدة البيانات. يبقى اول جايد لاينز كده نخلي بالنا الدنيا تنور لما نشوفها ونقول لا ما نعملش ده. ان ديزاين ا ريليشن سكيما سو ذات ات از ايزي تو اكسبلين ايتس مينينج، يبقى انت وانت بتصمم تبقى مراعي، مش ان انا فاهم انا اقصد ايه بالريليشن دي، انا عارف المسمى ده انا هحط تحته ايه، لا، انت بتتعامل مع التصميم كأن في حد تاني غريب خالص ما يعرفش اي حاجة عن الموضوع وهيبص عليه، ولما يجي يشوفه السكيما دي يفهم انت تقصد ايه، تقصد بالريليشن دي مين، تقصد كل اتريبيوت منها انهي خاصية تميز انهي كائن، وهكذا. تاني حاجة، do not combine attributes from multiple entity types and relationship types into a single relation. يعني مش عشان تقول ان التصميم بتاعي يبقى بسيط انا هدمج اكتر من ايه من مجموعة من الخصائص اللي تخص اكتر من كيان عندي في الداتابيز وابتدي احطهم مع بعض، او ريليشن شيب مثلا وكان ليها الاتريبيوتس بتاعتها، وجيت انت وانت في الديزاين بتحوله بقى للامبلمنتيشن بتاعه، رحت هتحط لي الاتريبيوتس بتاعت الريليشن مع بتاعت الانتي تايبس الاتنين اللي ربطهم مع بعض وتحطهم في ريليشن واحد. دي في بعض الحالات بنعملها، نخلي بالنا كويس قوي واحنا بنعملها ان هي ما تدينيش مشاكل بعد كده في الديزاين. ويفضل او يستحب ان انا بأبعد عن الفكر ده من الايه من البداية، افصل كل انتيتي لوحده، كل اتريبيوتس خاصة بكيان عندي تبقى منفصلة عن التاني، واقدر اربط ما بينهم من بعض بايه باتريبيوت مشترك ما بينهم، زي ما اتعودنا بيبقى في برايمري كي هنا وفورين كي الناحية التانية، والدنيا بايه تمشي مظبوط بسلاسة وهدوء من غير اي ايه ميكسينج ما بين المفاهيم. تاني حاجة الـ redundant information in tuples and the update anomaly. بدل ما في redundant، يعني احنا قلنا في الاول redundancy يعني نقصد بيها التكرار، هنأكد عليها تاني دلوقتي. redundant information معناها ان mixing of attributes ده من multiple entities ده بيسبب ان في عندي يبقى في تكرار، وفي طبعا waste للستورج، دي بتعمل مشكلة كبيرة لما باجي اعمل update anomaly، يعني في تشوه هيحصل او في لخبطة هتحصل في المفاهيم اللي عندي لما اجي اعدل. يعني انت دلوقتي عملت ايه، عملت mix between two entities، حطيت attributes جنب بعضها، وطبعا ده من البداية بيعمل ايه، بيخليني ان انا اكرر البيانات اكتر من مرة، وهنشوفها في المثال. التكرار معناها على طول ان انت بتعمل waste للستورج بتاعتك، بتهدر الايه السبيس اللي انت بتخزن فيه البيانات. قاعدة البيانات بتاعتي المفروض ان انا احاول على قد ما اقدر انها ما استهلكش الستورج عالية، فانت معنى ان انت البيانات بتاعتك دي بتكتبها اكتر من مرة او حاجز لها اكتر من مكان، فانت كده ايه بتستهلك اماكن تخزين ممكن انت توفرها وتستخدمها في حاجات تانية. دي اول مشكلة. تاني مشكلة ودي بتظهر على طول وهنشوفها في المثال دلوقتي، ان مع الريدندنسي لما تيجي تعمل ابديت، يعني لما تيجي تعمل تعدل في بيانات، لو عدلتها في طابل وما عدلتهاش في الباقيين، يبقى على طول هيطلع لي البيانات بتاعتي مش مظبوط. طيب انا كده ايه شوهت الداتابيس بتاعتي. The minimum the storage space used by the base relations is a good the schema design is. طبعا دي معروفة، يعني عموما في استهلاك اي حاجة بتستخدم كمبيوتر، كل ما بتقلل من المساحة او الحيز اللي انت بتستخدمه في تخزين البيانات اللي عندك، كل ما نقول ان الديزاين بتاعك ده كويس.
نبص كده على الاكزامبل اللي احنا كنا من شوية حطينا ريليشن عندي اسمها امب ديبت، وقلنا ان احنا ممكن يجي في بالك انك تجمع الانتيتيز او الاتنين انتيتي اللي هم خاصين بالموظفين مع الاقسام وتحط البياناتها مع بعضها. وللوهلة الاولى كنا قلنا ما هي واضحة، هي ما فيهاش مشكلة، انا هقول الموظف اللي اسمه كذا لرقم كذا وتاريخ ميلاده وعنوانه كذا شغال في قسم ايه رقم 5 مثلا، يعني اول واحد اقول جون سميث شغال في قسم رقم 5 اللي اسمه ريسيرش اللي المانجر بتاعه فلان. طيب لما نيجي نبص كده ونركز اكتر، احنا دلوقتي عندي القسم رقم 5 ده فيه موظف واحد؟ لا، ده فيه مجموعة موظفين. طيب مجموعة الموظفين دي مش كل واحد ليه بيانات لوحده؟ طبعا، يعني بصينا هنا على الصف التاني، ده اسم تاني برقم تاني بتاريخ ميلاد مختلف بعنوان مختلف، ده موظف تاني شغال برضه في قسم رقم 5، فطبعا بيانات هنا مختلفة. لكن نبص بقى الناحية التانية، هنلاقيني عشان اكمل الطبل عملت ايه؟ كتبت نفس بيانات في قسم تاني، وكل موظف عندي في ديبارتمنت رقم 5 هتلاقيه كاتب جنبه التلات قيم الحلوين دول بيتكرروا تاني، اللي هو رقم القسم بس مع اسمه ومع المانجر بتاعه. لو في حاجات تانية تخص الديبارتمنت كانت هتكمل معايا الصف بالمنظر ده. ده اللي بنقول عليه ايه؟ redundancy. طبعا احنا طلعنا دي كان ممكن قوي ان انا افصل الديبارتمنت لوحدها، افصل ده انتيتي لوحده بريليشن لوحدها وده انتيتي تاني اللي هو الموظف بياناته لوحده، ولما عاوز ادمج كده استخدم الجوين اعمل ستار ما بينهم. لكن انت لما دمجت من الاول في الديزاين هتلاقي فيه ريدندنسي حصل ازاي. ده طبعا على المثال بتاع اي قسم رقم 5، نفس الكلام على قسم 4 هتلاقي فيه 2 او 3 اهم وهكذا. احنا طبعا ده مثال بسيط جدا، لكن انت في الشركات بيبقى عدد الموظفين اكبر من كده بكتير والريدندنسي هتبقى اعلى من كده، وبالتالي الستورج ويست بتاعك عالي جدا. ايه اللي ودانا للسكه دي؟ ان احنا في الاول واحنا بنصمم فكرنا ان احنا ندمج الاثنين دول مع بعض، فيبقى ده ايه؟ مش مستحب. يبقى دمج الاتريبيوتس بتاعت اتنين انتيتيز هم اصلا منفصلين عن بعض في الحقيقة، او نقول على ان ده كيان منفصل وليه مجموعة من الاتريبيوتس تخصه، ما هوش مثلا ايه عمود واحد هيتحط في التابل وخلاص. لا، انا عندي كل قسم ليه تلات عواميد اهو، عمود فيه رقمه وعمود فيه اسمه وعمود فيه المدير بتاعه. يبقى ده لازم ايه نقول بقى ده دي كده دي مواصفاته الخاصة بتاعته اللي هي ما هياش واحدة وخلاص وهتحط في عمود واحد. يبقى ده بقى كيان في حد ذاته، افصله لوحده عن الكيان بتاع الايه الموظفين. ليه؟ عشان ابعد عن موضوع الريدندنسي. وليه برضو؟ علشان التكرار ده اولا بيستهلك في ايه في الستورج بتاعتي من غير داعي. طب وتاني حاجة قلنا ان هو بيعمل ايه لما تيجي تعمل ابديت؟ هيحصل فيه مشكلة، هيحصل فيه انومالي، هتظهر الابديت ده ممكن يبقى انسيرت او ايه او ديليت او ابديت ان انت بتعدل في البيانات. نشوف كده لو هنعمل انسيرت يعني ايه. هنعمل انسيرت يعني احنا عايزين ندخل قسم جديد عندي في الايه في الديزاين الجديد ده. طب لو دخلنا نقرا كده، we cannot insert a new department unless an employee is assigned to، يعني احنا دلوقتي لو عندنا في قسم جديد وفاتح ومفيش لسه موظفين هدخل بيانات القسم ازاي؟ اذا كان مفيش بيانات ولا موظف هتلاقيك مش عارف تدخل. ونفس القصة لو جالي موظف جديد وانا لسه يا دوب متعين ولسه not assigned to any department احط بيانات الباقية بايه؟ هتقولي لا طب ما تحطها بنال، هي حكاية ما نكمل الباقيين بنال. يعني ادي الايه المثال اللي كان قدامنا من شوية، واحنا دلوقتي عايزين نضيف بيانات موظف جديد وليكن ايه نجلاء رضا هي جايه تتوظف في الشركه الجديده دي، وانا عارف رقمها اللي اديته لها السوشيال نمبر بتاعها اللي معاها والبيرث ديت والادرس وكل حاجه، بس هي لسه يا دوب موظفه جديده ما نعرفش شغاله في ايه في قسم ايه. خلاص هتضطر ان انت تحط بقيه القيم بايه بنال، ودي بقى هتودينا لايه للمشكله اللي بعد كده هنتكلم عنها، قصه النال نال اللي انت عمال تملى بيها الداتابيس بتاعتك دي ما هوش ابدا يبقى جود ديزاين. لما اشوف التيبل بتاعتي ان لو جالي مثلا 10 موظفين جداد ابص الاقي هنا 10 في ايه في 3 اعمده ب 30 خانه انت حاجزهم وحاطط فيهم نول. اوكي، لكن لو كانت الدنيا منفصله انا كنت هضيف الصف ده بس في الايه في الامبلويز والديبارتمنت ما تاثرتش هي زي ما هي لحد لما نبقى نعرف ده شغال في انهي ديبارتمنت. كنا بس هنيجي عند العمود بتاع الديبارتمنت اللي شغال فيه الموظف الجديد ونحط فيه نول واحده
ووقت بقى ما نقرر هنشغله في انهي قسم، ايه نبقى نحط له رقم القسم زي ما الداتابيز بتاعتنا اللي احنا كنا شغالين عليها كانت متصممه كده. طيب ادي الانسرشن انومالي اللي ظهرت نتيجه ان انا دمجت اتريبيوتس بتاعه تو ديفرنت انتيتيز. اول حاجه لو هعمل انسرشن يبقى الحل كان الوحيد بقى اللي يخليني اخرج من المأزق ده ان انا احط نال في بقيه الايه القيم. طب ده الانسرت هتحط نال. طب الديليت افرض ان الشركه في قسم اتقفل، لما تيجي الديبارتمنت ده عايز تشيل، ده معناها انك لازم هتحذف كل الموظفين اللي شغاله فيه ببياناتهم، مع ان مش شرط ده بيحصل، ساعات بيروحوا واخدين الموظف ده وحاطينه في قسم تاني او ايا كان، او بيبقى موجود عندي في الشركه بس لسه ما مش عارفين ده بقى في قسم ايه، بس القسم ده اتقفل. احنا دلوقتي كنا ربطنا القسم بالموظف فبقت مفيش حاجه سيبرت، دلوقتي بقوا هما الاثنين كانهم بدل ما انت عامل لهم ريليشن واحده كانهم كيان واحد. فما ينفعش تقول لي القسم اتقفل بس الموظفين موجودين، او الموظف ده مشي بس القسم ده موجود. ودي المشكلة اكبر كمان، افرض انت عندك قسم فيه موظف واحد والموظف ده انت رفضته، معنى كده ان القسم قفل؟ لا، ما القسم موجود في الشركة. تمام. فبنقول هنا alternately لو عندي employee solo employee in a department وجيت انت عملت delete للemployee ده، ده هيشل لي الايه corresponding department بتاعتي. يعني احنا كان علينا هنا قسم واحد كان فيه الموظف الوحيد ده بوش ده، وجينا ادينا من الراجل ده وعايزين نمشيه، ده لما تيجي تعمل دريت هتروح شايل لي الصف بتاعه. الصف بتاعه هنا لما تبل بعد الصف بتاعه ما تشايل تبص لا ما بقاش عندي قسم، قسم ايه رقم واحد. وده طبعا منطقيا في الشركات مش مقبول نهائي. طب الحاجة التانية، افرض انت عايز تحذف القسم اللي اسمه ريسورس، هتقوم حذف لي اول صف بس ولا هتروح حذف كل الاقسام؟ هتروح حذف سوري كل التابلز اللي هي الصفوف اللي فيها ريسيرش، المفروض تروح حذف كل ايه الصفوف اللي متعلم عليها بالسهم دي اللي هي ريسيرش، بس قصادها هتلاقيك حذفت مين الموظفين كمان بياناتهم، مع انهم لسه متعينين عندي في الشركه احنا ما مشيناهمش. طيب لو موديفيكيشن، لو هعدل، بلاش نقول لو انسرت ولا ديليت، لو انت عايز تعمل تشينج لاي كان البيانات اللي موجوده عندك في الداتابيز عايز تغير، مثلا المانجر بتاع القسم ده غيرناه شغله مش عاجبنا مشيناه وجبنا غيره، دي هتلاقيك بتعمل ابديت بقى لكل الموظفين اللي شغالين عندك في الايه في القسم. ليه؟ لان رقم المانجر اللي عندك اللي هيتعدل ده، بص كده على التيبل بتاعتنا، انا لو جيت عدلت بس هنا مع ان ده المانجر بتاع مين بتاع الريسيرش بس، ده بالمدير بتاع سميث. طب والمدير بتاع مثلا ايه انجلش اللي هو شغال برضه في قسم ريسيرش، مين القديم ولا الجديد؟ لا الجديد. يبقى لازم تروح تعدل هنا وهنا وهنا عند كل الايه الصفوف اللي فيها بيانات القسم ده، اللي هي اصلا احنا بنقول دي redundancy من الاول، انت كل ما كررت ده هتبتدي ايه تعدل فيه كله. لكن لو هو اصلا كان مكتوب في الريليشن لوحده وكان مكتوب بيانات قسم رقم 5 في صف واحد، فطبيعي ان انا اي اضيف المدير بتاعي الجديد رقمه الجديد مره واحده وخلاص. لكن بالوضع ده عمل لي ايه انومالي برضو في الموديفيكيشن، لو عدلت في واحد وما عدلتش في الباقيين ده هيبقى فيه مشكله، هيطلع لك كما لو كان ان القسم ده بقى فيه مديرين اتنين، او ان الموظف ده شغال في نفس القسم مع زميله بس ده ليه مدير وده ليه مدير تاني. كل دي معاني بنقول عليها بتعمل لي كده لبس او عدم فهم او فهم او فهم غلط عن الوضع الصحيح اللي موجود. يبقى ده كان اول جايد لاين اللي هو clear semantics، واني ما ادمجش ما بين اتنين different entities عندي موجودين في الحقيقة اروح انا ادمجهم مع بعض في ايه في relation واحدة. طيب الجايد لاين التاني كان بيقول لي minimize the storage as you can by eliminating redundancy. احنا قلنا دلوقتي مسألة التكرار دي بتعملني ايه، بتستهلك لي ستورج كتيره، وان من الجايدلاينز اللي لازم تخلي بالك منها وانت بتصمم انك تحاول على قد ما تقدر تستهلك ستورج قليله، تقلل استهلاكك للسبيس اللي انت حاطط فيه البيانات بتاعتنا دي. ازاي؟ ان الديزاين سكيما ذات دازنت سافر فروم ذا انسيرشن ديليشن اند ابديت انومالي، ان انت مجرد ما هتعمل redundancy على طول الداتابيس بتاعتك هتبقى فيها مشكلة، هتعاني من لو هتعمل insertion او deletion او update هيبقى فيها لخبطة.
If there are any present, then note them so that the applications can be made to take them into account. يعني وانت بتصمم كده وبص عليهم وجرب، شيل وحاجة، عدل في حاجة، اعمل insert الحاجة. لو ظهرت لك الانوماليز بالشكل اللي احنا شفناه في المثال بتاعنا ده، تعرف على طول ان انت في عندك هنا redundancy سبب لك المشكلة دي، فتحاول تشيل، تعمل eliminate للredundancy دي. يعني ايه؟ عن طريق ايه بقى؟ هنقول في بقية المحاضرة ان احنا نتخلص من ده ازاي. احنا دلوقتي بننور كده فلاش كده قدامنا نور، ان دي فيها هتعمل لك مشكلة في التصميم بتاعك، دي هتضعف من مستوى التصميم بتاعك. اول حاجة السيمانتكس، تاني حاجة الredundancy، تالت حاجة النال فاليوز. النال فاليوز الكتيرة اللي موجودة في التابلز دي برضو حاجة من العيوب اللي مش مقبولة في الديزاين بتاعي، بنقول بور او ويك ديزاين. فالنال دي لازم ان احنا نخلي بالنا ان بس انا يعني، واحنا في تعريف النال قلنا ان احنا لما الاتريبيوت بتاعي لسه invalid او applicable او not applicable او unknown دلوقتي ممكن يبقى exist بعدين، او هو known بس اللي عندي بالنسبة لي بيقولي unavailable مش عايز اقولك التليفون بتاعي وهكذا. دي حالات اللي هي الاستثنائية اللي احنا بنستخدم فيها النال. لكن في الحقيقة تواجد النال فاليو بتاعي ده بيعمل ويست للستورج سبيس، ده فور شور. انت حاطط مكان وحجزه وبس مش مليه بحاجة، حط له بس كلمة نال كده علشان يعني ايه ما نبقاش سايبينه فاضي. ما هي نال دي كما لو كان انه هو فاضي ما فيهوش ايه، ما فيهوش قيمة. طب وبعدين الاوبريشنز بقى لما تيجي تطبق في بعض الاوبريشنز بيبقى فيها كونديشنز معينه وبتاع، لما تلاقي الحاجه كده نال انت بتبقى مش عارف طب الريزلت اللي هتطلع ايه. لو انت بتعمل كومباريزون وبتقارن وبتستخدم اجريجيت فانكشنز وكده وبعدين تيجي تبص النتيجه وانت عندك نال بيبقى الوضع ايه. فالاتريبيوتس اللي هي بتاخد نال بكتير يعني بتكرار كده، المفروض ان دي ما احطهاش بقى ايه، يعني افصلها في ريليشن تانية اللي هي لما تبقى تظهر وتبقى دي ويك انتيتي عندي، ولما تبقى تظهر نبقى نحط لها ايه بيانات. يبقى guideline 3 بنتكلم عنه دلوقتي، الخط اللي تخلي بالك منه وما تعديهوش، as far as possible avoid placing attributes in a base relation whose value may be frequently be null. حاول على قد ما تقدر تتفادى انك تحط لي في attributes انت عارف ان القيم بتاعتها هتبقى في المجمل بتاخد null 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 على طول. if nulls are unavailable، لو انت عندك attribute ومهتم بيه بس هو حاليا لسه مش متاح، اتأكد انه بعد كده هيبقى في exceptional cases، او ان انت ممكن حاليا مش ههتم بيه وبعد كده هبقى اضيفه وهكذا. وانت بقى بتطبق الاوبريشنز والريليشنز وتربو وبتاع، ابعد عن الاتريبيوت اللي الفاليوز بتاعه نال كتيرة دي عشان ما يظهرلكش مشاكل بعد كده. الجايد لاين الرابع اللي هو الجنريشن اوف سبيريس تابلز، اللي هي انت عملت الريليشنز خلاص بس في مشكلة ما لما بتيجي تطبق بقى الكويريز وتطبق الفانكشنز وتربط الدنيا ببعضها بيطلع لك تابل شكله غريب عجيب كده، حاجة مشكوك في عمرها ما تحصل في الحقيقة. الـ spurious tuples دي are tuples that represent spurious information that is not valid. يعني انت مثلا عملت join او عملت اي كان الاوبريشن اللي انت طبقتها ما بين relations، طلعت لك relation جديدة او بيانات جديدة فيها مجموعة من الـ tuples. بعض الـ tuples دي او ساعات بتبقى يعني اغلبيتها زي ما شفنا في مثال المحاضرة اللي فاتت، البيانات اللي فيها او المعلومة اللي بتدهاني مش حقيقية، دي مش متحققة، دي مش موجودة في الواقع اصلا، فدي بنسميها ان هي spurious topic. This invalid data are generated during joins on improperly related relations. يعني انت دي ايه اللي طلعها اصلا، ايه اللي جابها، لان حضرتك عندك relations وما هياش المفروض ان مفيش ما بينهم link سليم بالمنظر ده يربطهم، يطلع لي بعد لما اعمل اطبق جوين عليهم يطلع لي التابلز دي جنب بعضها وهي اصلا ملهاش علاقه ببعض. والمثال الشهير بتاعنا اللي عملناه لما عملنا الكارتيزيان برودكت بتاع الامبلويز مع مين، مع الديبندنس بتاعتهم، طلعنا ان الناس كلها الموظفين كلها قرايب الاولاد اللي عندنا اللي في التيبل دي كلهم، وده طبعا في الحقيقه ده حاجه مش موجوده، انفاليد، دي حاجه مش موجوده.
لكن ال database design بتاعك أنا المفروض إن أي design أعرف أعمل join ويطلع لي نتايج مظبوطة، يبقى أعمل join صح، أعمل join بكونديشن صح، مش تروح تقولي طبقلي cartesian product كنت عارف إن ال tuples ده ال relation دي فيها attributes ملهاش علاقة بالإيه بالتانيين دول، ما تربطهمليش مع بعض أصلا، ما تطبقش ده معاك في الإيه في ال design بتاعك. طب يبقى خلي بالنا كده من الايه الريليشن اللي احنا كنا واخدينها بتاعه الامبلوي بروجكت ريليشن دي، فاكرينها اللي هي كان فيها بيانات الموظفين وبيانات المشاريع، ادي الريليشن انت عاملها في التصميم بتاعك، قلنا هنقبلها بالسيمانتكس بتاعها الى حد ما مقبوله. طب وننقل بقى بعد كده نشوف هنعمل ايه، احنا دلوقتي هنوصلك انها هتعمل لك مشكله لو عملنا ديكومبوز للريليشن دي لتو ريليشنز، وده ممكن ان احنا نعمل ايه employee بتاع project 1 هنسميه employee project 1 ونحط فيها الايه بعض البيانات اللي عندنا وهنفصل اللوكيشنز في relation تاني. ده ممكن احد الايه الافكار بعض الديزاينرز ان هو يعمل ده. نبص كده على relations تاني، هو هنا عمل ايه، حط بيانات البروجكت مع الموظف، يعني الموظف هو رقمه، حط معاه البروجكت اللي هو شغال فيه، رقم البروجكت اللي شغال فيه مع عدد الساعات مع اسم البروجكت واللوكيشن، وراح في تيبل تانية حط لي اسماء الموظفين مع ايه هم بيشتغلوا في انهي منطقة، يعني كل موظف في الايه في البروجكت لوكيشن بتاعه. تمام لحد كده لما ممكن سيمانتيكالي تبص للموضوع تقول ما فيهوش مشكلة. طيب نكمل، افرض بقى انا قلت لك ايه، طبعا دي عشان تجيبها هتعمل ايه باي او بروجكشن على الـ e-name والـ b-location من الـ relation الأولانية اللي كانت في السلايد اللي قبلها اللي فيها الـ employee مع الـ project، ودي operation انت ممكن تعملها عادي جدا وهتطلع لك الـ relation دي. طب والتانية دي جت منين؟ انك عملت by projection للـ SSN والـ b-number والـ hours والـ b-name والـ b-locations على نفس الـ relation employee project، الأمرين مقبولين جدا وهيتنفذوا على الـ database وهيطلعوا لي الـ اللي احنا شايفينه دول أو الـ two tables دول. افرض بقى انت بعد كده روحت عامل ايه، روحت عامل لي امر ادمج لي ده مع ده اللي هو الامبلوي جوين ما بين امبلوي بروجكت 1 مع الامبلوي لوكيشن، ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ لو بصينا كده على نتيجة الريليشن اللي طالعه دي وبصينا على الصفوف او التابلز اللي متعلم عليها باستريكس، كل اللي عنده أستريكس ده وطبعا نقط لأن لسه الريزلت بتاعت الجوين كبيرة عن كده بكتير، هيطلع لي تابلز عديدة جدا بنسميها superior tables، يعني في بيانات في نفس الصف انت جمعتها مع بعضها بتاعت حاجتين طلعت لي في الآخر نتائج غلط أو نتائج ما هياش حقيقية مش حاصلة في الايه في الحقيقة. لو بصينا كده وركزنا هتبص تلاقي مثلا ان الموظف انت مطلعه رقم 1 2 3 لحد 9 ده مرة انت مطلعه اسمه انجلش ومرة مطلعه لي اسمه وانك، الموظف اللي اسمه الرقم 3 3 4 4 5 ده برضو نفس القصة، هتلاقيه انه شغال في بروجكت اسمه بروجكت واي وشغال في بروجكت زد وشغال يعني في اكتر من مشروع وليه اكتر من ايه من اسم، ما بقيناش عارفين في الاخر ان وانج ده اللي هو رقمه مين، مع ان المفروض ان هو طبعا ايه ده السوشيال نمبر ده يونيك، يعني ده اتوميك ويونيك وكي وكل حاجة في الدنيا. احنا كده طلعنا بيانات لبسنا رقم لموظف غيره لمشروع غيره وهكذا، ليه النتيجة طلعت معايا بالشكل ده؟ هو التصميم، هل التنفيذ الاوبريشن جوين غلط؟ لا مش غلط، لكن كان التصميم من البداية خلاني لما عملت البروجيكشن بشكل ما وبعدين عملت جوين ما بينهم طلع لي superior tuples. ليه؟ لانك من الاول بادئ بريليشن جامع فيها بيانات two distinct entities وبعدين رحت عامل projection على attributes مختلفة، يعني عملت ايه، خدت اللوكيشن بتاع المشروع مع اسم الموظف، يبقى انت خدت attribute من بتاع entity مع attribute بتاع entity تانية وبعدين عملت له join مع relation ايه تالتة. كل الكلام ده لازم هيطلع لك ايه حاجات بنقول عليها not valid، يعني النتائج ما هياش مظبوطة في الحقيقة، وبالتالي لازم في الديزاين تخلي بالنا. ها لمبة هنا ورا التاني guideline ايه، انك وانت بتعمل design relational schemas so that we can be joined with equally conditions or attributes that are primary key and foreign key pairs in a way that
guarantees that no pre-stops are generated. يعني انت بعد ما تصمم كده جرب مع نفسك، طب انا لو عملت join مع الكي اللي انا حاطه هنا primary وحاطه foreign key الناحية التانية وعملت join وبص كده ايه بالexamples هيطلع لي التابلز شكلها ايه. والله لو طلع منطقية كده ومحترمة وفعلا حقيقية واقعية يعني اهلا وسهلا، لكن لو لقيت انك لما هتيجي تعمل join يطلع لك حاجات غريبة بالمنظر ده، تعرف ان الديزاين بتاعك مش مظبوط، ان الريليشنز اللي انت حاططها والكيز اللي انت رابط بيها ما هيش ايه مظبوطه، يبقى نراجع الديزاين تاني. avoid relations that contain matching attributes that are not primary key or foreign key combination. المشكله اللي حصلت في المثال اللي فاتت دي ان كان في attributes بنقول عليها matching، يعني ايه متوافقه قصاد بعضيها بالدومينز بتاعتها بالفاليوز، قمت ايه تخدعك انك انت في الكونديشن هتحطها عادي جدا وهيبتدي يدمج الاثنين مع بعض، وهما في الحقيقه ما هماش كيز، ما هماش للبرايمري والفورين كي اللي هما المفروض هما دول اللي يعملوا لي الكومباينيشن دي، فبالتالي ده على طول هيطلع لك ايه سوبيريور ستوب. كده احنا قلنا الايه الفور جايد لاينز الاساسيين اللي واحنا بنصمم اي قاعده بيانات، ده المينيمم بتاعك ان عشان ما نقولش الديزاين بتاعك ان هو باد ديزاين. اوكي، المرحله بقى اللي هي التايتل بتاع محاضرتنا النهارده، ان احنا بنقول ايه انت المفروض الديزاين بتاع اي حد يعمل داتابيز المفروض ما يكونش وقع في الغلطات اللي احنا قلنا عليهم اللي فاتوا دول الاربعه دول، يعني الف ب بتاع قاعده البيانات بتاعتك ما يكونش فيهم ده، ما بصش الاقي فيهم ريدندنس كتير، ما بصش الاقي فيهم نال كتير، ما بصش الاقي ان لما هعمل جون هيطلع لي سوبيريور ستابل. السيمانتكس بتاعتي تبقى كلير، افهم انت حاجتك ايه، مش الناس اللي هي الريليشنز بتاعتهم كلها هاز 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 والاتريبيوتس كلها حروف انا مش عارف الحروف دي اللي هي اي. اه بالنسبه لك انيشيالز بتاعت الكلمات وانت عارفهم، لكن بالنسبه لي انا لا انا مش عارفه انت تقصد ايه بدي. هذا الف ب للتصميم اي قاعده بيانات. الستيب التانية بقى عشان نبقى الديزاين بتاعي جود ديزاين في النورمال فورم، فبعمل له ايه في النورمال فورم دي، يعني في الشكل المقبول الطبيعي بتاع قواعد البيانات ايه القيمة الصح الايه المتينة اللي مش بنقول إيه يعني مش هتبقى فيها مشاكل جامد. النورمال فورمز دي عندنا في حد حاطط قوانين كده بنبتدي ايه نطبقها عليها ومديها مسميات، في الفيرست نورمال فورم اللي هي رمزها واحد ان اف، وبعدين السكند، وبعدين الثيرد لحد الفيفث، كلهم بيبقوا معتمدين على مفهوم الديبندنسز. يعني ايه ديبندنسز؟ يعني في اعتماديه. احنا شفنا دلوقتي ان اساسي جدا في موضوع الداتابيز ان احنا بنقول في ريليشن بتربط ريليشن تانية، او في حاجه اتريبيوتس هنا مشتركه هنا في ايه ما بينهم رابطه، الروابط دي معناها ان في حد معتمد على حد تاني، دي اللي بنسميها الفانكشنال ديبندنسز. عشان كده نتعرف عليها الاول بالتعريف بتاعها بالمفهوم بتاعها بامثلتها، عشان لما نيجي نقول طب الداتابيس دي هنبقى هنبتدي نعملها تيست نشوفها في انهي نورمال فورم، يبقى هنعمل تيست شكله ايه. فنبدا الاول دلوقتي المرحله دي بنتعرف مع بعض يعني ايه فانكشنال ديبندنسز. فانكشنال ديبندنسي از ذا موست امبورتنت كونسبت ان ريليشنال سكيما ديزاين ثيوري، يعني في مفهوم في النظري بتاع relational schema أو relational database عموما، مفهوم الفانكشنال ديبندنسي ده مهم جدا وأساسي جدا وحيوي جدا لازم تبقى عارفه واخد بالك منه وانت بتصمم. It is a property of the semantics of the attributes، ودي الحقيقة خاصية انت بتحصل عليها بناء على مفاهيمك أو المعاني اللي بتعكسها الاتريبيوتس اللي انت بتستخدمها أو السمات اللي انت بتميز بيها الكائنات العامة. It is used to specify formal measures of the goodness of the relational design. وأساسي بنستخدمها عشان نقيس بيها مدى جودة قاعدة البيانات بتاعتك أو التصميم بتاعك على حسب هي وصلت لأنهي normal form، زي ما نقول في ال 1NF ولا ال 2NF، في ال first normal form ولا second ولا third ولا إيه. دايما لما بتيجي تصمم بنقول بنعمل testing كده على ال database بتاعتك ونشوف هي في أنهي normal form. التست ده depends mainly على الـ functional dependencies. كـ definition للـ functional dependency بنقول إن الرمز بتاعها بنستخدم FD، والـ notation بنبتدي نقول بنحط X وسهم Y، يعني معناها إن في dependency ما بين الـ X والـ Y. الـ X والـ Y دول عبارة عن two sets of attributes
دول بيبقوا subset من ال R بتاعتك، من ال relation بتاعتك. ال R أصلا هنا بتبقى حاجة كده زي بنقول single universal relational scheme، يعني انت بتبص على كل ال attributes اللي عندي اللي موجودين وبتاخد منهم subsets. ال subset ده انت حطيت ما بينهم سهم، معناها انك بت ايه بت specify a constraint، يعني انت بتحط دلوقتي قيد او بتحط شرط. شرط على ايه؟ على ال possible tuples that can form a relation state R over R. يعني عشان تبتدي تكون حالة من حالات ال A ال database بتاعتك، بتبتدي تحط قيود ان القيم او ال possible tuples الاحتمالات ال A بال values اللي هتجيني بتكون بتتوافق او بتطبق او بتحقق الشرط ده. ال constraint ده ايه بقى؟ ان for all T1 and T2 that belongs to R or T1 of X، لو حصل انها equal ل T2 of X، ده implies على طول ان T1 of Y equal T2 of Y. مين T1 و T2 دول ايه؟ دول 2 tuples. بنقول ان لكل 2 tuples عندك في ال state بتاعة ال relation اللي عندك، هتبتدي تبص على ال values بتاعة ال A ال attributes اللي انت واخدهم، اللي هي الست الاولانيه اللي اسمها x، السيت اوف اتريبيوتس بتاعه الاكس، وتشوف قيمهم موجوده في التي 1 لو لقيتها بتساوي قيمهم في التي 2 ده لازم، ها لو ده ادى ان الفاليوز بتاعه السبست التاني من اتريبيوتس اللي هي الواي اللي في الطابل الاولاني ساوت الايه التاني، ساعتها على طول بنقول ان في فانكشن ديبندنس ما بين الاكس والواي، يعني في اعتماديه ما بين الاتريبيوتس اللي هنا وما بين الاتريبيوتس اللي هنا، اللي هي بتخليك ده بيخلي وصلنا الحالة ان لو دول تساووا في اي 2 طابل التانيين كمان بيتساووا في ايه في نفس الاتنين طابلز دول. يعني مثلا عندي هنا في الريليشن اللي احنا شايفينها دي، لو بصينا كده على العمود اللي فيه الاتريبيوت بتاع الدي نم، واعتبرنا دي السيت بتاعتي اكس اللي فيها الاتريبيوت اسمه دي نم، وبصينا على العواميد التانية اللي فيها ال dName وال manager SSN وال manager birth date، ده اللي هو اسم ال القسم واسم الرقم المدير بتاعه، وهنا ال birth date بتاع المدير بتاعه. هنلاقي ان في اي صف من دول كل ما في عندي ال value هنا بخمسة، هلاقي ان التلاتة values دول هم نفسهم، يعني كل ما الاقي رقم هنا خمسة ده سوى ده. انا عندي هنا ال x واخدها بمين؟ ب دي نم، الواي واخدها بالدي نيم والمانجر اس اس ان والمانجر بيست ديت بيرث ديت. بنقول في التعريف بتاعنا هنا بيقول ان تي 1 اوف اكس ايكوال تي 2 اوف اكس، يعني في اي طابل اهو لقيت هنا 5 ولقيت هنا 5 ورحت الناحيه الثانيه لقيت ايه؟ ان نفس القيم هي هي، ان اسم القسم ريسيرش، ان المدير بتاعه قال لي رقمه كذا ده مش اي رقم تاني، البيرث ديت بتاعه هو نفس البيرث ديت. يبقى بنقول ان الفاليوز دي بتاعه الاتريبيوتس دي دايما معتمده على الفاليوز اللي موجوده هنا، يبقى دي اللي بنقول عليها فيها ايه فانكشنال ديبندنسي، في اعتماديه ان لما القيمه دي عندي تبقى متساويه لازم القيم دي تبقى متساويه، لو ده اتغير خلاص بالتانيين متغيرين مفيش مشكله. لما ده بيتحقق عندي يبقى ساعتها بقول ان عندي ان اسم القسم والمدير بتاعه ببياناته ده بيعتمد على رقم الايه القسم، يعني لو عرفت رقم القسم هعرف إيه هو القسم ده اسمه ايه والمدير بتاعه مين وكان اتولد امتى وهكذا. ده تعريف الايه الفانكشن ديبندنسي. طيب نروح بقى للنوتيشنز اللي احنا بنستخدمها، نعمل ستريس عليها تاني، ان لما يبقى عندي فانكشن ديبندنسي بتوين الاكس اند الواي، الاكس دي المفروض الفاليوز اللي فيها الكومبوننت بتاعه الطابل المفروض معناها فانكشنالي ديتيرماينز ذا فاليوز اوف الواي كومبوننت، بتتنطق كده، او ساعات بنقول ان الواي از فانكشنالي ديبندنت اوف اكس، او دي او دي واحد. اوكي، وبنحط سهم ما بينهم كده، سهم طالع من الاكس رايح للايه للواي، معناها ان الواي ها فانكشنالي ديبندنت اوف اكس. x ده هو left hand side بتاع ال f دي، قلنا f دي اختصار function dependency، وال y هو right hand side بتاع ال f دي. graphically ك representation بقى مع relations، يعني هنا احنا بنقولها formally لما نكون بنتكلم على sets وحاطين ال ايه ال attributes ما بين اقواس وحاطين سهم ما بينهم، لو ما اديتها لكش بالشكل ده وحطيتها كرسمة
فانا عندنا بنعمل ايه؟ بنستخدم الهوريزونتال لاين ده للايه، لكل فانكشن ديبندنس هعمل خط كده، الخط ده بيبقى بالعرض جاي له فيرتيكال لاين من الليفت هاند سايد وارو بوينتنج توردز ذا رايت هاند سايد. احنا قلنا الليفت هاند سايد اللي هي مين؟ اللي هي الاكس. يبقى انا دلوقتي في خط راسي جاي من الاكس، وبعدين الفانكشن ديبندنس هتمشي لي خط ايه بالعرض، وبعدين في سهم هيبقى طالع بيشاور على مين؟ على الواي اللي هي اللي في الرايت هاند سايد. ده الشكل اللي جرافيكالي بنعمل بيه ريبريزنتيشن للفانكشن ديبندنس. لو خدنا اكزامبل على الريليشن ايه امبلوي بروجكت اللي كانت من شويه بنتكلم على ان في عندي بروجكت نمبر، وفي عندي الموظفين بالساعات اللي بيشتغلوا بيها، وعندي اسم الموظف، وعندي البروجكت نيم، وعندي البروجكت لوكيشن. احنا عارفين ان البروجكت نمبر مثلا من شويه احنا لسه قايلين، بدل ما انا عرفت رقم المشروع اقدر اجيب ايه؟ اقدر اجيب اسمه واقدر اجيب موقع. يبقى دي اول فانكشن ديبندنس اللي هي F1 جايه لي اهي بالخط الرئيسي من البروجكت نمبر وماشيه بالعرض كده رايحه لاسم الايه البروجكت واللوكيشن بتاعه. السيت اكس بتاعتي هنا اللي هي البي نمبر، السيت واي بتاعتي هي بي نيم وبي لوكيشن اللي احنا كاتبينها هنا اهي ان بي نمبر، وادي السهم بتاعي رايح للسيت اللي فيها بي نيم وبي لوكيشن. دي اول فانكشن ديبندنس واضحه عندنا. تاني function dependency سميناها FD2 بتربط لي رقم الموظف باسمه، وده منطقي ان الموظف السوشيال نمبر بتاعه ده اهو الخط اهو جاي من SSN رايح بالعرض لحد مين؟ لحد الاي نيم. لو انا عرفت رقم الموظف هعرف ايه اسمه. الاتنين طبل اللي موجودين عندي بنفس رقم الموظف لازم يكون ليهم نفس اسم الموظف، مش زي ما شفنا من شويه وقلنا ان ده سبيس طبل بسبب ان في ايه نفس الرقم وروحنا لاسمين تانيين خلاص. فهنا بنقول ان لو انا بقى واخد بالي من function dependency ومعرفها بالشكل ده وقايل ان ال SSN او ان ال name ده functionally dependent on ال SSN، يبقى انا على طول عارف ان استحالة هشوف في الايه في البيانات بتاعتي تطلع لي طبل في اسمين لنفس الرقم. لا، انا كل رقم على طول ال name ده مرتبط، الموظف اسمه مرتبط بايه؟ بالسوشيال نمبر بتاعه. طيب الفانكشن ديبندنس الثالثه اللي عندي هنا اللي هي ربطت لي البروجكت نمبر بالاورز، سوري الاورز اللي شغال اللي بيشتغل فيها الموظف برقمه مع رقم المشروع اللي هو شغال فيه. يعني انا عشان اعرف الموظف ده شغال كام ساعه، عدد الساعات اللي شغالها الموظف دي في الحقيقه depends on ايه؟ functionally dependent on ايه؟ هو مين؟ موظف مين؟ وشغال في انهي مشروع؟ من هنا هعرف على طول ايه عدد الساعات بتاعته. فبالتالي عندنا ال hours دي هنا functionally depends on the set of attributes اللي فيها ال SSN وال B number. يعني عشان اعرف الموظف بتاعي بيشتغل كام ساعة في الشركة دي على طول هحددها منين؟ لو عرفت رقمه ورقم المشروع اللي بيشتغل فيه. طيب شوية ملحوظات كده هنقول عليها، ان انا عندي if x is a candidate key، طبعا احنا عارفين طبعا مفاهيم الكيز، كانديديت كي يعني مرشح ان هو يبقى برايمري كي، يعني بيميز الريليشن بتاعي. يعني there cannot be more than one tuple with a given x value in any relation instance. يعني بدل ما هو كانديديت كي يعني التابل بتاعه بتركيبته كده بالاكس بتاعتي اللي هي الفاليوز بتاعه الاتريبيوتس الموجوده في السيت اكس دي هتبقى يونيك وحيده ما بتتكررش. then لو ال y functionally dependent of ال x for any subset of attributes of ال a ال y of all، يبقى لو هو كان candidate key هنلاقي على طول ان ايه، يعني دي ملحوظة نخلي بالنا منها، ان ال attributes اللي عندي اللي موجودة هتبقى depend على ال a على ال combination بتاعتي دي اللي هي موجودة في ال y هتبقى او اللي هي subset من ال r هتبقى depends على ال combination x دي. إيه كمان ان لو حصل ان ال y functionally dependent of ال x في ال relation r دي doesn't say whether or not ان العكس ده صحيح. مش معنى ان ال y depend على ال x ان ال a العكس متحقق، لا تماما لا. دول اهم ملاحظتين لازم نخلي بالنا منهم. نروح بقى على النورمال فورمز اللي هي الموضوع الاساسي بتاعنا النهارده، والحقيقه دي يعني خلاصه المنهج، ان لازم بعد ما نصمم اي قاعده بيانات مش شويه تيبلز وشويه ريليشنز وحطيتولي فاليوز جواها وخلصنا.
عشان بس ايه، لازم يبقى تصميم يبقى جود ديزاين. بدل ما انت بقيت داتا بيز ديزاينر وخدت المقرر ده، لازم تقدر تحكم على التصميم بتاعك ان هو جود اور باد. واول سؤال بتتسأل فيه في مناقشة المشروع، انت في انهي نورمال فورم، وصلت لانهي مرحلة، عملت نورماليزيشن ولا ما عملتش ليه لقاعدة البيانات بتاعتك. يعني ايه عملت نورماليزيشن؟ يعني بدأت بعد ما عملت الديزاين بتاعك، عملت تيستينج واتأكدت من الحاجات اللي احنا هنقول عليها دي لحد ما تشوف انت وصلت لانهي مرحلة. طبعا احنا عشان الوقت بتاعنا مش هنوصل لحد الفيفث نورمال فورم، هنمشي كده مع بعض غالبا لحد الثيرد نورمال فورم عشان بس ظروف الترم بتاعكو. لكن المفروض ان انت تبقى عارف كل الايه الكونديشنز اللي تعرفك ان انت تقدر تختبر الداتابيس بتاعتك لحد ما تعرف انت واصل لايه، لان طبعا الفيرست نورمال فورم دي اعلى حاجه، عشان كده هي اصغر ايه حاجه جوه. كل ما بنزود شرط كل ما بنخش ايه اكتر، ان دي الايه الديبست او البيست ايه نورمال فورم، يعني احسن ديزاين ممكن توصل. اقلهم طبعا الفيرست نورمال فورم، ودي اللي هي الدايره الواسعه بتاعتي. بس على الاقل لما تيجي تصمم زي ما هنشوف كده دلوقتي ان هو ده ابسط حاجه، يعني اللي اقل من كده ما نقبلش، ان الديزاين بتاعي على الاقل يكون عدى الفيرست نورمال فورم الدايره الواسعه دي. وبعدين هنبتدي طب نزود عليها شرط، نخش على التانية وبعدين نخش على التالتة وهكذا. النورمال فورمز عموما او اللي هي بنسميها النورماليزيشن بروسيس، ان انت بعد ما عملت التصميم بتاعك بالتصور بتاعك اللي هو بالباي سنس كده، بتبتدي تعمل نورماليزيشن لايه للتصميم ازاي، ان انت هتعمل مجموعه من الاختبارات series of testing using the keys and the function dependencies to certify whether it satisfy a certain normal form. يعني هتبتدي كده تشوف الفانكشن ديبندنس اللي عندك والكيز اللي انت معرفها، وتطبق مجموعه من الاختبارات وتشوف انت يعني حققت الشروط لحد فين، وصلت لانهي نورمال فورم. دي بنسميها النورماليزيشن بروسيس. دي في الحقيقه اول ما اخترعها العالم كوت سنه 72، وكان الهدف الاساسي منها ان يبقى فيه شويه خصائص كده تقللي على قد ما نقدر الريدندنسي والابديت انوماليز. وعباره عن ان انا كنت بعمل ديكومبوزيشن للريليشنز اللي هي necessary، اتاكد ان لما هعمل لها decomposition هتخلص من الايه المشاكل اللي حاصله دي، طبعا مع الحفاظ على الديبندنسي. يعني مش هعمل decomposition افصل الحاجات عن بعضها واكسر الايه الشرط بتاع الديبندنسي الاساسي اللي موجوده، او اني افقد الرابطه اللي كانت بتربط البيانات ببعضها. The normal form of a relation refers to the highest normal form for conditions that it meets، ودي بنسميها degree. يعني لما حد يسألك الديزاين بتاعك of degree A أو normal form رقم كام، انت بتبتدي تقول بقى انا في الـ A في الـ third أو الـ fourth، أو بناء على ايه انت بدأت تعمل testing ومريت على الخطوات لحد ما عديت الشرط الأولاني، عديت الشرط التاني لحد ما وصلت لفين. فدي بنقول عليها ان دي الـ degree of الـ database بتاعتك أو الـ normal form، طبعا الأعلى رقم. يعني انت بتبدأ بواحد بقى تكمل اتنين تلاتة وهكذا لحد ما تشوف اعلى رقم ووصلت له كام. بدام قلنا هنعمل normalization، قلنا يبقى لازم ايه نعرف كويس اول ايه الكيز اللي عندي وال الفانكشن ديبندنسز. الفانكشن ديبندنسز احنا لسه معرفينها من شويه ووضحناها تمام. طب الكيز نفكركم بيها تاني، قصه الكيز عندي كان بنقول ان في حاجه اسمها سوبر كي، ان يبقى عندي ريليشن فيها مجموعه من الاتريبيوتس الريليشن اوف ديجري ان عددهم ان الاتريبيوتس، وعندي في سبست منها اس سبست من ار اللي بتحقق لي ان نو تو توبلز تي 1 اند تي 2 ان اني ليجل ريليشن ستيت ويل هاف ذا سيم فاليو. يعني يبقاش عندي T1 of S بتساوي T2 of S، اللي بيحقق ده بنسميه سوبر كي. وادي اكزامبل عشان تفتكروا الدنيا. طبعا دي احنا قلناها قبل كده ونفكركم تاني، لو انا عندي مثلا ريليشن اسمها employee، كان ممكن ان انا عندي السوبر كي اللي هو اخد ال SSN مع ال مع ال E-name مع ال birth date. لو خدت التلاتة دول ككومبينيشن كده مع بعض ومشيت على الستيت اللي عندك في الكتاب بقى كده على كل الصفوف، استحالة هتلاقي ايه ان هما في قيم واحدة منهم مختلفة. مادام ليه نفس الرقم وليه نفس الاسم يبقى نفس التاريخ. ما ينفعش تقول الموظف ده اللي رقمه كذا اللي اسمه جون سميث اللي اتولد، وتروح قايل ده اتولد في تاريخين مختلفين. انت
تمام، فده اللي بنقول عليه هنا ده السوبر كي. لكن كنا معرفين منها بقى الكي ان هو يبقى مينيمال سوبر كي، يعني هتبتدي تشيل كده ريموف الاتريبيوتس الزياده اللي انت حاططها، وبرده توصل لنفس الخاصيه ان الايه الكونتين بتاعي بيكونوا يونيك، لو ده تساوي مع ده يبقى متساويين في كل الحالات. وزي ما ايه كنا وصلنا قبل كده بالشرح ان المينيمال سوبر كي في الحاله دي عندنا هو الاس اس ان اللي هو السوشيال نمبر بتاع الموظف. طيب لو عندي ريليشن سكيما وليها اكتر من كي، فبنقول على طول ان الحاجات المرشحه ان هي تبقى كي دي بنسميها كانديديت كي. احنا قلنا الاس اس ان كان ممكن يبقى عندي النيم لو احنا الكامباني بتاعتي متاكد ان في شرط ان مفيش اتنين موظفين بنفس الاسم تماما ايدنتيكالي، برضه كان يبقى ايه كانديديت كي. يبقى من الكانديديت كيز اللي هم عندي في القصه ده بيبقى واحد من الايه من منهم بختاره، بيبقى هو ده البرايمري كي بتاعي. An attribute of a relation schema R is called a prime attribute if it is a member of some candidate key. Otherwise it is a non-prime attribute. ده مصطلح جديد بنقوله دلوقتي عشان هنستخدمه في النورماليزيشن. احنا عرفنا خلاص السوبر كي والكانديديت كي ان هو مينيمال سوبر كي، بس ايه مرشح ان هو يبقى برايمري كي او ده كانديديت، وهنختار منهم واحد هنسميه البرايمري. طيب البرايمري كي اللي انت اخترته ده سيت اوف اتريبيوتس، الاتريبيوت اللي جواه ده بنسميه برايم اتريبيوت لو كان بينتمي لاحد الايه الكانديديت كي، لو مش كده يبقى بنسميه نون برايم اتريبيوت. خلاص يبقى احنا الاتريبيوتس اللي عندي في اي ريليشن هبدا ايه ابص عليهم واقول ان دول برايم اتريبيوتس بتوعي ودول ان ايه النون برايم. زي ايه؟ زي مثلا لما نيجي ايه الريليشن اسمها works on فيها ال SSN وفيها البي نمبر وفيها الاورز. الاورز ده ملوش دعوه بالايه بالكيس بتاعتي، لا هو كي برايمري كي ولا هو candidate كي، فبالتالي ده بنسميه نون برايم. لكن ال SSN مع البي نمبر الاتنين دول مع بعض دول ايه البرايم كي بتاعي، فبالتالي سوري دول دول الكي بتاعه الريليشن، فبالتالي كل اتريبيوت منهم بنسميه ايه برايم اتريبيوت سواء كان الاس اس ان او البي نمبر. نروح على اول فيرست نورمال فورم، اظن يعني مهدنا بما في الكفايه، واعتقد دلوقتي انتوا كمان متشوقين كده معايا نعرف طب الفيرست نورمال فورم اللي هو ايه بقى. ها 1 ان اف ده بنقول لو الريليشن سكيما ار امتى اقول عليها ان هي في الفيرست نورمال فورم؟ if the domain of an attribute includes only atomic values and the value of any attribute in a tuple is a single value from the domain of that attribute. يعني ده ابسط شكل بقى ابسط شرط انت لازم ايه اول حاجه تخلي بالك منها، ان القيم اللي عندي ان الدومين بتاع كل اتريبيوت، انت عملت ريليشن وعملت ريليشن دي فيها مجموعه من الاتريبيوتس، كل اتريبيوت من اللي حضرتك اخترته يبقى الدومين بتاعهم واحد يونيك اتوميك فاليوز، القيم بتاعته تبقى وحيده سنجل فاليو من الدومين ده تتحط في ايه في كل طبق. ما تجيش بقى تقول لي مثلا ايه ده انا عندي عمود بتاع البيانات فيه ارقام التليفونات وهحط فيه تليفون البيت وتليفون الشغل وتليفون بابا ده ايه مش مقبول في الفيرست نورمال فورم. طيب يبقى الديس الاونس الحاجه اللي غير مسموح بيها في الفيرست نورمال فورم المالتي فاليود اتريبيوتس. المالتي فاليود اتريبيوتس دي اللي انت بتحطها في الاي ار دايجرام بنقبلها كايه كدايجرام، لكن لما تيجي تجيبها لي في الريليشن بقى لازم تحطها لوحديها في الريليشن لوحدها، ما تحطليش ريليشن جوه ريليشن اللي هي بنسميها نيستد ريليشنز. ان في الحقيقه المالتي فاليود اتريبيوت ده يعني اتريبيوت فيه قيم كتيره، فما تجيش تاخد كل القيم دي وتحطها لي في سيل واحده في طابل واحد في ريليشن تاني، يبقى ساعتها كانك مدخل ريليشن جوه ريليشن، يبقى انت غير مسموح بانك تعمل مالتي فاليد اتريبيوتس في الايه في الديزاين في الداتابيس ديزاين الاخير. ها احنا كتصميم في الاول ك يعني بنسميه ايه قلنا منظور يعني من الاول خالص انت حطها لي في الاي ار دايجرام، لكن لما تيجي بقى تعمل امبلمنتيشن ما تحطهاليش كفاليو ويبقى في طابل عندي في التيبل بتاعي ويبقى في اكتر من ايه من فاليو. الحل ايه؟ form a new relation for each multi-valued attribute or nested relation. حل ان لو كل ما تلاقي عندك حاجة ظهرت بالمنظر ده
ريليشن جوه ريليشن او اتريبيوت وليه قيم كتيره متعدده، خده كده زي الفل بره لوحده في ريليشن لوحده، وكون لي ريليشن جديده ليه. ساعتها انت كده وصلت ان الديزاين بتاعك يبقى في الفيرست نورمال فورم. ادي مثال بيقول لي عندي الديبارتمنت فيها الدي نمبر والدي نيم والدي ام مانجر اس اس ان والدي لوكيشنز. فاكرين لما قلنا ان كل قسم ليه اسمه ورقمه ومديره وفي ايه المواقع اللي هو فيها، فكانت الدي لوكيشنز دي في التصميم عندي كنا قايلين انها مالتي فاليود. ممكن حضرتك تروح عامل لي بقى التيبل كده زي الفل كده الستيت بتاعتك، وحاطط فيها ان الريسيرش ديبارتمنت اللي رقمها 5 اللي المدير بتاعها رقمه ده، وتقولي دي موجوده في ايه في الثلاث اماكن دول. ادي ايه مالتي فاليود، دي شكلا كتيبل الناس مش هتقول لك لا، بس واقعيا لما تيجي تطبق لا مش مقبول في الريلاشنال موديل ان انت تعمل لي بايه الشكل ده، لازم كل فاليو تبقى لوحدها في طابل لوحده. فبالتالي طب طابل لوحده دي يعني انا هعمل بقى 4 5 صفوف زي ما كنا شايفين في اول المحاضره، كل اللي فيهم قسم 5 حاطط لي جنبهم الموقع اللي انت فيه قسم 5، مره بيلري مره مش عارفه الهوستن مره ايه، لا ده برضو مش مقبول عشان هيبقى فيه ريدندنس. الحل بتاعها ان احنا هنعمل ايه، بنروح فاصلين الكلام ده في ريليشن لوحده. يبقى الشكل اللي قدامنا ده بنقول not in the first normal form. ودايما في الامتحانات هتلاقي عندك ايه، هنديك relation بالstate بالدنيا ونقول لك اعملي testing شوفها هي في انهي مرحلة. فانت هنا اللي قدامك دي هتقولي not in the first normal form ليه، because ال d location is not atomic. not atomic يعني القيم عندي هي متعددة، هي ما هياش ايه value واحدة. يبقى عرفنا دلوقتي ان اول اختبار بنجريه على الداتابيز ديزاين بتاعنا ان احنا نتاكد ان كل القيم اللي موجوده عندي في التيبلز تكون قيمه واحده اللي موجوده عندي، ما يكونش في ريليشن جوه ريليشن تانيه او تيبل جوه تيبل تانيه. لو لقيت حاجه زي كده بقول على طول ان الداتابيز اللي قدامي دي is not in the first normal form، وبنقول السبب ان انا عندي في احد الاتريبيوتس بذكر اسمه واقول ان هو not atomic لو حاجة زي الحالة اللي قدامي كده، أو طبعا بيدي example يعني بيقول دي location not atomic لأن في الطابل الأولاني في عندي أكتر من قيمة اللي هما كذا وكذا. طب نحلها ازاي؟ ان احنا نفصل اول حاجة جه في بالنا ان احنا ايه نعمل expand، يعني ايه ناخد الكي ونبتدي ناخده مع كل واحدة منهم كده لوحدها. وده انا قلته من شوية انك هتقول ريسيرش 5 مع رقمه مع ريسيرش مع ديبارتمنت رقم 5 مع رقم المدير، وتقول ان هو مرة موجود في المكان ده ومرة موجود في المكان التاني ومرة في التالت وهكذا. ده احد الحلول، هيطلع لي ان التيبل بتاعتي اهي في كل خانة تقاطع الصف مع العمود قيمة واحدة. ده بألف ايه في موضوع النورماليزيشن. بس لما نيجي نبص هنا هنلاقي في redundancy، هنلاقي ان عشان اكتب الثلاث اماكن دول قررت رقم واسم والقسم مع رقم المدير اكتر من ايه من مرة، وده غير مستحب. redundancy هتدخلني في المشاكل بتاعة الـ updating anomaly، ولما نيجي نعمل insert لما نيجي نعمل delete. الحل التاني ان احنا ايه نفكر فيه ان واحد يعمل expand للمالتي valued attribute ده لmax attributes، يعني يبتدي يقول ايه ده في location اولين ولوكيشن تاني لوكيشن تالت، وبعدين يقول ان البيانات القسم هنا اتكتب ويبتدي يكتب هنا ده اللوكيشن الاولاني اللي اسمه كذا واللوكيشن التاني اللي اسمه كذا والتالت اللي اسمه كذا. طب ده بالنسبة لقسم 5، افرض بقى عندي قسم واحد ده في لوكيشن واحد، طب الباقيين ايه؟ هتلاقي نال. طب والتانيين؟ هتلاقي نال. هتلاقي عندك نال فاليوز كتيرة، وهتلاقي بعد كده لما تيجي تعمل بقى جوين والحاجة تلاقي سبيس سيمانتكس مش لطيفة خالص، ولما تيجي تعمل كويرينج هتلاقي العملية صعبة جدا. ده حل يعني بشع بصراحة، عايز يعني اللي يتفجر فيه. الأفضل حل إن احنا نعمل ايه remove للمالتي valued attribute and replace it in separate relation. يعني تروح شوف الاتريبيوتس اللي كان فيه قيم متعددة دي وافصله، اعمل decomposition افصلهولي في table لوحده. احنا كان عندنا دي location ده هو اللي كان فيه القيم الكتير، يبقى هروح افصله في table لوحده. بس طبعا لازم احط معاه ايه الكي اللي هيربطه بالتيبل الأساسية، لازم نحافظ على الديبندنسز وعلى الربطات عشان نعرف نعمل جوين بعد كده.
ويبقى التابل الجديدة دي الكي بتاعها هو الاتنين دول مع بعض، الدي نمبر مع الدي لوكيشن، والتابل الأساسية يبقى فيها ايه التلات حاجات بتاعة القسم اللي هي الدي نيم مع الدي نمبر مع الدي مانجر SSN، ويبقى الكي بتاعها دي نمبر زي ما هو. يبقى ده أول حل عندي لما ألاقي فيه الديزاين بتاعي مش في الفيرست نورمال فورم، أدور على فين الاتريبيوت اللي هو مالتي فاليد اتريبيوت أو اللي هو نوت اتوميك، وابتدي افصله لوحده في ريليشن بره، ومنساش احط معاه الكي اللي هيربطني بالريليشن الاساسيه. ناخد كده مثال تاني. لو بصينا على الريليشن سكيما اللي قدامنا، فيها اسمها employee project، وحاطط أول سيل عندنا أو أول عمود حاطط فيه السوشيال نمبر بتاع الموظف، والعمود التاني حاطط الاي نيم اللي هو الاسم بتاعه، وفي العمود التالت حاطط بيانات المشاريع، بمعنى إنه مسميه بروجيكتس، وتحته بيحط لي زي عمودين، واحد فيه البروجكت نمبر وواحد فيه الأورز. في ناس بتصمم ساعات من الأول كده، تبص للستيت بتاعك ايه، ادي أحد الستيت بتاعت ال relational scheme اللي احنا شايفينها دي، وتلاقيه قايل لك مثلا ان ايه الموظف اللي اسمه جون سميث ده اللي رقمه كذا، والله ده شغال في مشروع واحد واتنين، في واحد شغال عدد ساعات كذا، في اتنين عدد ساعات كذا. ده احد الاشكال اللي الناس بتعمل بيها التيبلز وتحط فيها البيانات بتاعتهم. لكن بقى دلوقتي احنا اتعلمنا مع بعض اهو ان ايه، ان الشكل ده مش مقبول حتى ولا first normal form، يعني ما هوش من الأشكال اللي ما نبص عليها نقول ده قاعدة بيانات شكلها طبيعي ونورمال كده مقبول. ليه؟ لأن عندي nested ايه relation، كأني واخدة relation بتاعة البروجكت بكل مشروع ببيانات ورقم وعدد ساعاته وبتاعه، ومدخلاها في السيل أو مدخلاها جوه relation التاني. دي اللي هي الستيب بتاعتي اللي هي nested tables، كأنها table جوه table، واحنا مش ده مش مقبول عندنا في الفيرست نورمال فور، لان في الحقيقه ده كان في الديزاين عندي كان هو عامله على انه كومبوزيت اتريبيوت، ما كانش عامل بروجكت على انه انتيتي منفصله، ودي انا شفتها حاليا في الديزاينات بتاعت مشاريعك وعلقت عليها. اول ما تلاقي حاجه كده عليها كذا سمه بتميزها وبتخصها وليها بياناتها متجمعه صفين او ثلاثه، ده ما بقاش اتريبيوت والحواليه دول كومبوز، يعني ما هوش كومبوزيت اتريبيوت من دول، لا ده في حد ذاته ده ايه يتفصل بقى بره كده، وتديهولي ريليشن لوحدها، ده انت ده كيان منفصل ببياناته اللي تخص المشروع برقمه بعدد الساعات اللي فيه، ده منفصل عن الايه عن الموظف ببياناته. يبقى ده كومبوست اتريبيوت، ده ما تيجي تطلع لي الستيت بتاعتي هيبقى المنظر ده كانها تيبل جوه تيبل، لا ده مش فيرست نورمال فورم. طب نعمل ايه؟ يبقى هتقولي it's not in the first normal form. ليه؟ because each tuple can have a relation within it، يعني tuple الواحد جواه relation كاملة اهي. خلاص؟ طب وحلها نعمل ايه؟ في كل الحلول هنا هتلاقينا بنقول ايه، شيل ده من ده يرتاح ده عنده، زي ما بيقولوا المثال ده، شيل لي الحاجة اللي عاملة لي مشكلة وافصلها. فاحنا هنعمل هنا ايه، removing the nested relation attributes into a new relation، تعمل ايه decomposition، تفصل decomposition، يعني هنقسم الدنيا لإيه لحتتين two relations، والله اللي هو كان فيه ال hours وال project number دوت خدهم لوحدهم، وما تنساش تاخد معاهم الكي. طبعا هناك كنا بنشوف مين ال primary key بتاعي اللي هو لازم تاخده معاك في ال relation التاني، والباقي هتسيبه زي ما هو. يعني كان في عندي بيانات الموظف ال SSN بالإيه بالاسم بتاعه، دي سيبها لوحدها، ده اللي قدامي ده كده خلاص في ال first normal form. طب ايه السكند نورمال فورم؟ الفيرست نورمال فورم خلاص قلنا ان هو ايه، مفيش مالتي فاليوز، مفيش نستد ايه لوبس، الدنيا تبقى كل اتريبيوت كده الدومين بتاعه اتوميك ونو مالتي فاليوز. السكند نورمال فورم بقى ايه؟ نبص كده على التعريف بتاعنا ونبتدي نقراه بالرموز وبعدين نشرحه. A relation schema R is the second normal form if every non-prime attribute A in R is fully functionally dependent on the primary key of R. يعني هبص على الريليشن اللي قدامي كده وابتدي اشوف كل النون برايم اتريبيوتس الاول احددهم وادرسهم واحد واحد
ولازم في كلهم يكونوا بيعتمدوا بالكامل على البرايمري كي بتاع الريليشن دي. يعني ايه بالكامل؟ الكامل هنا زي ما احنا شايفين كده، ان لو ال y function dependent on ال x، ال x ده عندي، ما اقدرش بقى اقول ان لو شلت من ال x ده ال a اللي هو ال non prime attributes ده، ويبقى برضو ال a ال y function dependent عليه. تاني، ان ال non prime attribute ده لو انا شلته من الست x بتاعتي، ال y ما تبقاش function dependent، يعني ما لقيش ان في عندي a بالمنظر ده، في عندي non prime attribute بيحقق لي الكلام ده، ان كانت ال y function dependent على ال x، بس لما شلته من، يعني لما خدت ال x من غيره برضو ال y function dependent عليه. لا، ده لازم تكون fully functionally dependent on the primary key. برضو طبعا هنفهمها اكتر بالايه، بالمثال بتاعنا، لكن نقولها بالكلام دلوقتي. يعني ايه اللي مش مسموح لي؟ ما يبقاش فيه partially functionally dependent، يعني ما يبقاش فيه عندي non prime attribute وبيعتمد على جزء من ايه، من ال attributes دي، مش كلهم، مش على بعضهم، ده بيعتمد partially على جزء منه. والحل بقى لما نلاقي حاجة زي كده، ان احنا هنكون ريليشن جديدة for each partial key with its dependent attributes. الحقيقة بقى ان لو لقيت ان في non prime attributes وبيعتمدوا على جزء من البرايمري كي، لا، يبقى معناها ان الجزء ده في الحقيقة ده كي في حد ذاته بس للحبة دول، يبقى ناخدهم كده مع بعض، حلوين مع بعض، ايه، بره في ريليشن لوحده. تمام، يبقى احنا دلوقتي نقول الشرط الاساسي بتاع السكند نورمال فورم ان ما يبقاش في عندي نون برايم اتريبيوت ويبقى بارشيالي فانكشنالي ديبندنت على جزء من الايه، من الكي، لازم يبقى فولي فانكشنالي ديبندنت، يعني بيعتمد تماما على الكي بتاع الريليشن بكل الاتريبيوتس اللي فيه. اوكي، نشوف مثال عشان نفهم بس الدنيا بدل ما بالكلام كده، نشوفها بالرموز بقى او بالايه، بالتيبلز، بالاتريبيوتس. طبعا احنا عشان ننقل على السكند نورمال فورم لازم تبقى متاكد انك معدي الفيرست نورمال فورم، هي سيريز كده ورا بعضها، ما ينفعش تنط على طول على الكونديشن التاني، الاول نعدي ان هي فور شور انا معايا حاجه في الفيرست نورمال فورم، وببتدي بعمل تيستينج على اللي بعده. فعندي اهي السكيما بتاعه الام بروجكت دي في الفيرست نورمال فورم، وبعدين ببتدي اعمل اختبار. عشان اعمل اختبار بتاع السكند نورمال فورم لازم احدد الاول الايه، البرايم والنان برايم، لازم اشوف الفانكشن ديبندنس اللي عندي اللي هو مديالي، واشوفها اذا كانت فولي ديبندنت ولا بارشيالي ديبندنت، يعني في اعتماديه كامله ولا جزئيه. الاول الكيس بتاعتي فين هنا؟ الكي بتاعتي ال SSN مع البي نمبر، يبقى هم دول البرايم اتريبيوتس، يبقى الباقيين دول هم النون برايم اتريبيوتس، الهاورز، الاي نيم، البي نيم، البي لوكيشن، كل دول ايه، نون برايم اتريبيوت. خلاص، طيب احنا بنقول ان دي نوت ان السكند نورمال فورم، وهنقول ليه دلوقتي، لان لما هنيجي نبص على الفانكشن ديبندنسز، احنا كنا طبعا معرفينها قبل كده ان البروجكت نمبر بيعتمد عليه اسم المشروع واللوكيشنز اللي فيه، اللوكيشن بتاعته، ان ودي الفانكشن الثانيه كانت ان اسم الموظف بيعتمد على رقمه، والفانكشن الثالثه كانت ان الاورز بتعتمد على رقم الموظف مع البروجكت ايه نمبر. طيب احنا دلوقتي بصينا على النون برايم اتريبيوتس، قلنا اورز واي نيم وبي نيم وبي لوكيشن، نبص على واحد واحد فيهم ونشوف هل هو fully dependent ولا partially. طيب عندي ال hours depends على مين؟ من السهم هو اللي باين، السهم بتاع ال hours ده جاي لي من الاثنين اللي هم ال SSN وال B number اللي هم ال key بتوع relation، يبقى دي ده ايه، fully dependent على ال key، يبقى ده مفيش منه مشكلة، يبقى ال hours معاهم مش عامل لي مشكلة. طب نروح كده لل E name، نلاقي ان ال E name ده السهم بتاعه depends على مين؟ على ال SSN بس، يبقى ادي اهو ال SSN دي ايه، جزء من البرايمري كي، ده معناها ان النيم بيعتمد على ال SSN ومش محتاج ان ايه، البروجكت نمبر مش فارق معاه، مش هيأثر عليه، اسم الموظف مش هيتأثر برقم المشروع، وده منطقي جدا. يبقى بنقول دي ساعتها ايه، partially dependency. partial dependency دي مش مقبولة عندي فين، في ال second normal form. طب ونبص على التالتة، يبقى انا دلوقتي دي ما هياش في السكند نورمال فورم. ليه؟ لان الفانكشن ديبندنس اف دي 2 دي
violates the condition بتاع A second normal form. D is a partially dependency. لأن عندي ال A name depends only on ال SSN. طب ده كمان ال FD1 كمان violates the condition بتاع second normal form. ليه؟ هنلاقي إن ال B name وال B location بيعتمدوا على ال B number بس. وده جزء من الكي. الكي بتاعي هنا الاثنين دول مع بعض. انت عندك اهو attributes ونم برايم وبتعتمد على جزء من الكي، يعني partially dependent on attribute واحد من الست of attributes بتاعة الكي. ده معناها انه الريليشن بتاعتي دي بالشكل ده في السكيما دي مش في الفارق في second normal form. وقلنا حلها ايه؟ ناخد الحاجات اللي بتعتمد على بعضها سوا، يعني خد لي البي نيم والبي لوكيشن دول مع البروجكت نمبر وخدهم في ريليشن واحده. خد لي الثانيه اللي عامله المشكله دي، خد لي الاي نيم مع الاس اس ان دي الوحده، ايه اللي ربطها بقى بالايه بالبروجكت نمبرز؟ اوكي، يبقى حل ان الفانكشن ديبندنس الاولانيه افصل لي النم برايم اتريبيوتس دي لوحدهم اللي هم البي نيم والبي لوكيشن مع مين؟ مع اللي بيعتمدوا عليه اللي هو بالنسبة لهم كيف الحقيقة هو بيميزهم اللي هو البروجكت نام. بقت ادي ايه حل ال FD1. طب وال FD2 نحلها ازاي؟ هنقول روح افصل لي ايه ال E-Name، خده لوحده في relation مع ال SSN اللي هو بيعتمد عليه لان هو ده الكي بتاعه. بقت relation التانية فيها الكي SSN، وادي الفانكشن دمينس اسم الموظف بيعتمد على رقم، وده منطقي جدا. طب واللي بقى معايا ده اعمل فيه ايه؟ هسيبه في relation لوحده زي ما كان. انا عندي ريليشن فيها hours والكي بتاعها هو ال SSN مع البروجكت نمبر. التلاتة اللي معايا دول دلوقتي بقوا في السكند نورمال فور. يبقى الريليشن سكيما دي الريليشن الواحده دي كانت عامله لي مشكله وكان فيها partial dependency خلاها ما بقتش في السكند نورمال فور. كان في اتنين partial dependency ففكينا كل واحده فيهم في الريليشن لوحدها، طلعت لي الريزلت النهائيه بالثلاثه ايه relations دول، ودول اللي في second normal form اللي هي مفيش عندي كل function dependence عندي ايه fully dependent ما هياش partial. عندي هنا attribute اللي اسمه hours هنا depend على الكي بتاعي depend على اتنين، مفيش راس سهم هنا سوري. ال hours دي depend على الاتنين دول اللي هو primary key بتاع relation. ال e-name ده depend على ال SSN اللي هو fully dependent على ال primary key. الاثنين دول مالهم fully dependent على ال B number اللي هو ال primary key. طيب كده هو الحمد لله خدنا ال first normal form وال second normal form. نروح على ال third normal form. بنقول ان ال relation schema R is in the third normal form if it satisfies. طبعا لازم تبقى في ال second normal form الاول، دي ما فيهاش كلام. and ايه بقى ال condition اللي هنعمله التست الجديد بتاعنا ايه؟ no non-prime attribute of R is transitively dependent on the primary key. طيب يعني هنبص على كل ال non-prime attributes ونختبرهم واحد واحد، وما لقيش واحد فيهم بيكون بيعتمد على ال primary key بس ايه transitively. المفهوم بتاع transitively ايه؟ ان في واحد بينقل واحد وبعدين في واحد تاني بينقل واحد تالت وهكذا. ما بصتش الاقيه هو معتمد على حاجة والحاجة دي معتمدة على الايه على ال primary key. يبقى اللي مش مسموح لي هنا disallowance ان يبقى فيه عندي transitive dependency بتاع مين؟ بتاع non key attribute او non prime attribute y على primary key x. يعني دي تجيلي ازاي؟ يعني لقيت في z موجودة والz دي depends على primary key x وعندي ال y depends على z دي. ادي ال a transaction او transitive a relation بتاعتي. مفروض ما لقيش الz دي ان هي تبقى subset من اي key عندي. لو لقيت الحاجة دي يبقى بقول ان السكيما بتاعتي او الريليشن دي قدامي دي مش في الثيرد نورمال فورم، وابتدي حل المشكلة ان احنا نعمل ايه؟ اكون نيو ريليشن واخد فيها النون برايم كي ده او نون سوري نون برايم اتريبيوت ده بره واللي بيعتمد عليه معاه. نشوف المثال. مثال عندنا هنا ال relational EMB WD في ال second normal form بال function dependence اللي ظاهرة قدامي. هو هنا معرف لي ان عندي الاول هي فيها ال attributes مين؟ اسم الموظف ورقمه والبيرسونال بتاعه عنوانه، فيها رقم ال department واسم ال department وال department ايه manager SSN.
مديني ان الدي نيم والدي ام جي ار مانجر يعني اس اس ان، الاثنين دول معتمدين على ايه؟ معتمدين على الديبارتمنت نمبر. ده منطقي ان اسم ايه القسم والمدير رقم المدير بتاعه دول بيعتمدوا على رقم القسم فقط، تمام. طب ورقم القسم عندي هنا بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على رقم الموظف. هنا الريليشن دي رقم الموظف بيعتمد عليه اسم الموظف وتاريخ ميلاده وعنوانه وكمان القسم اللي بيشتغل فيه. نبص بقى على الترانستيف ريليشن اللي حصل هنا، عندي ال SSN، عندي ال D number functional dependent عليه، وعندي ال D name functional dependent على ال D number، عندي ال D management SSN ده برضو functional dependent على ال D number، عندي اتنين transitive relations هنا. transitive هنا عندي ال non prime attributes اللي هو ال D name وال D manager SSN، والاتنين دول في ما بين كل واحد وما بين البرايمري كي اللي هو ال SSN في transitive A dependency. ده D name بيعتمد على ال D number وال D number بيعتمد على ال SSN. كمان ال manager number بتاع الديبارتمنت ده بيعتمد على رقم القسم، ورقم القسم بيعتمد على رقم الموظف. ادي اتنين حاجتين يعملوا لي violation لل third normal form. طب نحلها ازاي؟ قلنا الحل على طول decomposition، افصل لي اللي عاملين لي مشاكل دول، ال D name وال D manager SSN، ناخدهم لي مع مين؟ مع ال D number اللي هو معتمدين عليه ده لوحدهم في في ريليشن لوحدها. يبقى عندي ريليشن اهي فيها رقم القسم وده هو ده البرايمري كي وبيعتمد عليه اسم القسم ورقم المدير بتاعه. طب والباقي سيبهم لي في ريليشن مع بعض اللي هو الاي نيم مع الاس اس ان مع البيرث ديت مع الادرس مع الجي نمبر. اوكي، طبعا الدي نمبر هنا ليه باخده هنا وهنا؟ علشان اعرف اربط ده بده، مش هشيله بقى من هنا، انا حطيته هنا خلاص هشيله من هنا، لا لو شلت من هنا عمري ما هعرف اربط الموظفين بالاقسام اللي هما بيشتغلوا فيه. بس هو هنا برايمري كي وهنا بقى بقى فورين كي، هنا هعرف اعمل اللينك دي وهعرف اعمل الريفرنس اللي اللي يربط لي ما بين الاثنين وبعضهم، ووصلت للديزاين بتاعي للثيرد نورمال فورم. مبروك. يبقى كجنرال ديفينيشن كده احنا يعني هنكتفي بالثيرد نورمال فورم قلنا عشان وقتنا، لكن طبعا بقيه الليفلز دي مهمه للناس اللي بعد كده لو هتتخصص في الداتابيز ان هي يبتدوا يطلعوا عليها في التكست بوك ويعرف بقيه النورمال فورمز، ويحاول على قد ما يقدر وهو بيصمم يعمل تيستينج للديزاين بتاعه بحيث يوصله لاعلى ديجري من النورماليزيشن. كـ general definition هنا بنجمع ان relation schema R بتاعتي في the second normal form لو حصل ان every non-prime attribute في وليكن A في الـ R is not partially dependent on any key of R، يعني مينفعش الاقي non-prime attribute ويكون بيعتمد جزئيا على الـ key بتاعي. relation schema R بتبقى في الـ third normal form whenever ان non-trivial function dependence دي حصلة، اي ايضا ان الاكس تبقى سوبر كي او ان الاي تبقى برايم اتريبيوت. بكده نكون جمعنا اهم المفاهيم الاساسيه بتاعه النورماليزيشن. واخر مثال عندنا ان لو في حاجه ريليشن عندنا اسمها عطف بتتكلم على العقارات وان دي قطعه ارض وتبع انهي كونتري وليها الاي دي بتاعتها البروبرتي اي دي ليها الاريا المساحه بتاعتها والسعر والتاكس ريت بتاعها ومديني الفانكشن ديبندنس اهي متعرفه. طبعا قلنا الفانكشن ديبندنس نعرف نقراها ازاي، ان بيبقى في عندي خط عمودي وبعدين ماشي خط بالعرض ورايح لراس السهم للحاجات اللي فانكشن ديبندنت على ده. اوكي، فالفانكشن ديبندنس الاولانيه دي معناها ان كل دول ديبندز على مين؟ على البروبرتي اي دي. طيب الفانكشن ديبندنت الثانيه معناها ان الكونتري نيم depends على ال property id مع lots الاثنين depends على sorry ال property id وال area وال price وال taxes depends on ال country name مع ال lots. ال functional dependence التالتة بتقول لي ان ال taxes rate ده depends only on ال country name، وال functional dependence الرابعة بتقول لي ان ال price depends only on ال area. كل ده
كل اللي علينا بس دلوقتي هنبتدي ايه هي في الفيرست نورمال فورم كاستيت، مش ما فيش عندي تابل في مالتي فاليود او ما فيش تيبل جوه تيبل، فبالتالي هو في الفيرست نورمال فورم. بس بقى نبتدي نعمل تيستينج ونشوف هنوصل لانهي مرحله. احنا دلوقتي هنشوف الاول هو طيب في السكند نورمال فورم ولا لا. انا عندي البروبرتي اي دي هي البرايمري كي، بس الكونتري الكونتري نيم ممكن تبقى من الايه الكانديديت كيز. فبالتالي هو قال لي كده ان الكونتري نيم مع الواتس دي من الايه من الكانديديت كيز. فبالتالي لما اجي اعمل كده التستنج بتاع السكند نورمال فورم، هل اللي احنا شايفينه ده بيحققه ولا لا؟ في الحقيقه لا ما بيحققوش. المشكله فين؟ في انهي ديبندنسي حاصله؟ في الفانكشن ديبندنس رقم 3، هي دي اللي فايوليتس السكند نورمال فورم كونديشن. لان احنا قلنا عندنا الكونديشن ان هي تبقى فولي ديبندنت، واللي حاصل هنا ان في بارشال ديبندنس، التاكس ريت ديبندز اونلي اون الكونتري نيم. وقلنا بقى الحل ان احنا بنعمل ايه، بنعمل ديكومبوزيشن للحاجات اللي عامله لنا مشاكل دي عشان نفك الازمه بتاعه الاف دي 3. يبقى هناخد التكسس ريت مع مين؟ مع الكونتري نيم اللي هي بتعتمد عليها، اللي هم الطرفين اللي ما بينهم الفانكشن ديبندنس، وناخدهم في ريليشن لوحده، ادي التكس ريت مع الكونتري نيم. وستيل بقيه الحاجات هنسيبها زي ما هي، اللي هي البروبرتي اي دي مع الكونتري نيم مع الواتس مع الاريا مع البرايس. الشكل ده دلوقتي احنا كسرنا بس قصه ان ايه البارشيالي ديبندنت وفي ريليشن لوحدها، فوصلنا للمفهوم بتاع السكند نورمال فور. يبقى دي بقت في ديجريتو. نروح بعد كده نشوف هل هنوصل لحاجة أحسن من كده ولا لأ. نبص كده على الثيرد نورمال فور، كان اللي هي فيها في ترانس ديبندنس ولا مفيش؟ هنلاقي ده واحدة من اللي احنا قسمناهم دول فيها الحقيقة اختراق. يعني الأولانية اللي هي لوس تو دي في الثيرد نورمال فورم لأن مفيهاش فيها ترانس ديب ولا حاجة، لكن التانية اللي احنا مسمينها لوس وان دي هنلاقي ان الفانكشن ديبندنس اللي هي نمبر 4 بتقول لي ان البرايس ديبندس على الاريا. طب وانا عندي الاريا ديبندس على مين؟ على الكونتري نيم مع اللوتس اللي هم المفروض الكانديديت كي. فبالتالي كده دي بتعتبر ترانستيف ديبندنسي. نحلها ازاي؟ ده ما هوش سوبر كي وده نوت برايم، وعمل لي القصه دي، يبقى ما هياش في السيرد نورمال فورم. ناخد بقى النوت برايم كده ونفصله لوحده مع اللي ما هوش سوبر كي في الحقيقة عندي اللي هو الاريا، ناخده ده مع بعضه ويبقى ده الكي. المفروض في لاين هنا ان ده الكي بتاع الريليشن دي اللي هي هتبقى فيها الاريا والبرايس، كل مساحة السعر بتاعها كام. ومن الناحية التانية يعني هي بس دي كده هنقسمها، طبعا الاولانية لوتس 2 معانا زي ما هي، بس لوتس 1 هنقسمها لوتس 1A ولوتس 1 2 او اي مسميات انتوا عايزينها. الاولانية دي هيبقى فيها البروبرتي اي دي مع الكونتري نيم ولوتس واريا، والتانية هيبقى فيها الاريا والبرايس لوحدها. بكده نكون وصلنا عرفنا مع بعض ان عشان يبقى الديزاين بتاعي جود ديزاين، الاول فيه guidelines كده لازم نخلي بالنا منها، ان clear semantics، ان مفيش redundancy كتيرة، null values بستخدمها على قد ما اقدر قليل، مفيش anomalies تحصل نتيجة ال updating سواء insert او delete او تعديل لأي بيانات. بعد كده عرفنا مع بعض ان في عندي اكتر من normal form من 1 لحد 5، وكل واحد فيهم ليه مجموعة من ال conditions. ال conditions دي depend على ال keys وعلى ال functional dependency اللي ظاهرة. وكل تيست انا ببتدي اعرف اعديه، بقول ان انا دلوقتي في normal form الاولاني، لا انا رحت بالتاني رحت بالتالت. لو لقيت ان في شرط معين violates الكونديشن بتاعي ده، ببتدي ان انا اعمل decomposition، ان انا احلل الريليشن بتاعتي دي اقسمها لاتنين ريليشن او لتلاتة او على حسب بقى البروبلم بتاعتي هوصل لحد فين، بحيث اني افصل الحاجات اللي عملت لي المشكلة. اتمنى يكون موضوع النورماليزيشن ده يعني استوعبتوه كويس، لانه اساسي جدا في تصميم قواعد البيانات. وبكده نكون نهينا المنهج بتاعنا في الترم ده. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يوفقكم في الامتحان ونشوفكم في احسن حال. السلام عليكم.